غامر بحياتهم وبزوجاتهم وبأبنائهم وصبروا للجوع والعطش والحر وحملوا السيف وتوجهوا لأرض المعركة وهم لا يعلمون هل سيعودون لأبنائهم أم سيذهبون لله عز وجل وأبنائهم هم من سيلحقون بهم. كل هذه المغامرات قاموا بها لغرض واحد فقط هو نشر الدين الإسلامي في الكرة الأرضية. لهذا في هذه الحلقة سأسرد أعظم الفتوحات الإسلامية التي حدثت في شهر رمضان. فتح مكة بسبب انتهاك بنود الهدنة الموقعة بين قريش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم 10 رمضان سنة 8 هجرية. خرج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة بجيش قوامه 10,000 جندي، وطلب من القبائل المسلمة حول المدينة الخروج معه، فلحق به منهم 1,000 رجل، فصار مجموع جيش المسلمين 12,000 جندي. سار الرسول والمسلمون معه صائمون، فقد تخيل أنهم ذاهبون لمعركة وهم صائمون ولا يشتكون للرسول. فلما وصلوا إلى مكان اسمه الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان قد خرج بأهله وعياله مهاجرا إلى المدينة، فاصطحبه الرسول في طريقه إلى مكة. فلما وصلوا وادي مرة ظهران القريب من مكة، ركب العباس بغلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم البيضاء وانطلق يبحث عن أحد يخبره بمقدم جيش المسلمين لفتح مكة ليبلغ قريشا بذلك ويحثهم على طلب الأمان من الرسول قبل أن يدخلها عليهم محاربا بقوة السلاح. في هذه اللحظات كان أبو سفيان خارج مكة يتجسس الأخبار، فلقيه العباس ونصحه بأن يأتي معه ليطلب له الأمانة من الرسول، فجاء معه. ولما دخل عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبا سفيان: ويحك يا أبا سفيان، ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله، ألم يئن لك أن تعلم أني محمد رسول الله؟ فتخيل ما حدث بعدها، أعلن أبو سفيان إسلامه. فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال الرسول: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. غادر جيش المسلمون مر الظهران متوجها إلى مكة، فمرت على أبي سفيان كثائب جيشهم الواحدة تلو الأخرى، مما أثار الرعب في نفسه، فاقتنع بأن خسارة قريش ستكون محققة إن هي حاولت منع المسلمين من الدخول لمكة. أسرع أبو سفيان إلى قومه صارخا بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فتفرق الناس واحتموا بدورهم وبالمسجد الحرام. ولما وصل الرسول الكريم إلى ذي ثوى وزع جيشه إلى 3 أقسام: قسم أمر عليه خالد بن الوليد وأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقسم أمر عليه الزبير ابن العوام ومعه راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدخل مكة من أعلاها، وقسم أمر عليه أبا عبيدة ابن الجراح وأمر الجيش الإسلامي بدخول مكة، ولم يواجه جيشا محاربا من أهلها باستثناء الشباك المحدود وقع بين جيش خالد بن الوليد ومجموعة قليلة من قريش بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، التي رفضت الأمان وأرادت التصدي للمسلمين بالقوة
وقتل في هذا الاشتباك أفراد قلائل من الجانبين، ثم انتهى بفرار مجموعة قريش إلى بيوتهم ليأمنوا من القتل. دخل الرسول مكة من أعلاها وسار المسلمون بين يديه ومن خلفه وحوله حتى دخل المسجد الحرام، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وكانت في يده قوس يطعن بها الأصنام المنصوبة حول الكعبة 360 صنما، وهو يردد قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، سورة الإسراء الآية 81. ثم قال: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، سورة سبأ الآية 49. فتخر الأصنام ساقطة على وجوهها. فلما أكمل طوافه دعا سادن الكعبة عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاحها وأمر بها ففتحت، فدخلها وأمر بالصور التي كانت فيها فمحيت، ثم ضار في نواحيها وصلى داخلها، ثم خرج منها وأعاد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وأمر أن يبقى في عائلته أبد الدهر. تجمعت رجالات قريش منتظرين ما سيفعل بهم الرسول الأمين، فتوجه إليهم وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه: لا تتريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأمر بلالا أن يصعد للصلاة على ظهر الكعبة وقريش تسمع. في اليوم التالي لفتح مكة ألقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بين فيها بعض معالم الدين وحرمة بلده الأمين، ثم بايع الرجال والنساء من أهل مكة على السمع والطاعة، وأقام بها بعد ذلك 19 يوما، وضح لهم فيها معالم الدين الإسلامي وتعاليمه، ورتب فيها الشؤون الإدارة للمدينة، ووجه الرسول أمراء الجيش الثلاثة بأن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. هنا تنتهي هذه الحلقة، وأتمنى ألا تبخل علي باشتراك وإعجاب للفيديو.